السلام عليكم ورحمة الله أحبائي الأطفال، أهلا وسهلا بكم معنا في حصة جديدة من سلسلة حصص التعلم عن بعد. وأحيطكم علما أعزائي أن هذه الحصة هي آخر حصة من دروس التعلم عن بعد، وسأخصصها لكم في أنشطة داعمة في مادة التربية الحسية الحركية. إذن على بركة الله لنبدأ بالنشاط الأول، والسؤال يقول: أربطوا كل صورة بما يناسبها كما في المثال. إذن المطلوب منكم هنا أطفال الصغار هو ربط كل صورة بما يناسبها كما في المثال. سأترك لكم فرصة الإجابة. نمر الآن للتصحيح. ممتاز أعزائي الصغار، والآن مع النشاط الثاني، والسؤال يقول: ألون الأذن اليمنى لكل أرنب. إذن أعزائي لديكم هنا أرنبين، والمطلوب منكم هو تلوين الأذن اليمنى لكل أرنب. أيضا سأترك لكم فرصة الإجابة. ننتقل الآن للتصحيح. ممتاز أعزائي الصغار، إذن والآن مع النشاط الثالث، والسؤال يقول: ألون القائمة اليسرى لكل ديك. إذن ستقومون بتلوين القائمة اليسرى لكل ديك. نمر الآن للتصحيح أعزائي الصغار. ممتاز، والآن مع النشاط الرابع، والسؤال يقول: ألون من يتجه نحو اليمين بالأحمر ومن يتجه نحو اليسار بالأخضر. إذن هنا المطلوب منكم أعزائي الصغار أن تقوموا بتلوين المتسابقون الذين يتجهون نحو اليمين بالأحمر والمتسابقون الذين يتجهون نحو اليسار بالأخضر. فكروا جيدا. نمر الآن للتصحيح. إذن بالنسبة على كرة عن يمين الشجرة، وأحيط كرة عن يسار الشجرة بخط. إذن أعزائي الصغار قوموا بوضع علامة في على الكرة التي توجد يمين الشجرة، ثم قوموا بإحاطة الكرة التي توجد يسار الشجرة. أيضا سأترك لكم فرصة الإجابة. إذن نمر الآن للتصحيح. ممتاز أعزائي الصغار، أحسنتم. ننتقل الآن لنشاط آخر، والسؤال يقول: أضع علامة في حمراء على ما أستعمل فيه اليدين فقط، وأضع علامة في خضراء على ما أستعمل فيه اليدين والرجلين معا. أعيد قراءة السؤال: أضع علامة في حمراء على ما أستعمل فيه اليدين فقط، وأضع علامة في خضراء على ما أستعمل فيه اليدين والرجلين معا. إذن لاحظوا هذه الصور جيدا، ثم قوموا بوضع علامة في حمراء على ما تستعملون فيه اليدين فقط، ثم أيضا قوموا بوضع علامة في خضراء على ما تستعملون فيه اليدين والرجلين معا. إذن فكروا جيدا. إذن نمر الآن للتصحيح. أحسنتم أطفال الصغار، إذن ننتقل الآن لنشاط آخر، والسؤال يقول: ألاحظ وأكمل الرسم والتلوين في كل حالة. ألاحظ وأكمل الرسم والتلوين في كل حالة. إذن المطلوب منكم أحبائي هو تكملة هذه الخطوط
ثم قوموا بتلوينها كما لديكم في المثال. إذن ننتقل الآن للنشاط الموالي، والسؤال يقول: أكمل الرسم وألونه. وهنا أيضا ستكملون الرسم أعزائي وتلونونه. وبهذا أحبائي الصغار نكون قد وصلنا إلى نهاية حصتنا، وكما أخبرتكم أن هذه الحصة هي آخر حصة من حصص التعلم عن بعد. لكم مني ومن أستاذتكم إكرام كل الحب، ولآبائكم وأمهاتكم كل التقدير والاحترام. أتمنى لكم عطلة سعيدة، دمتم في رعاية الله وحفظه.